هل يعني هل هل, هل هناك كلام وتواصل فوق الطاولة، هناك كلام آخر وتواصل تحت الطاولة؟ حقيقة يمكن ربما ما ذكره البروفيسور حيدر الصافي قد يكون ردة فعل للإجراء الذي اتخذته قوى الحرية والتغيير بفصله من هذا المكون وإبعاده. هو يعني طوال الفترة السابقة لم يقل هذا الكلام، ولم يفصل هو وحده، إنما معه محمد زين يوسف ممثل الوطن الاتحادي، ولم يقل مثل هذا الكلام، قاله فقط هذا البروفيسور، وهو ليس عضوا في الحزب الجمهوري حتى، لأنه قرأنا بيان للأمين العام للحزب الجمهوري الأستاذ أسماء محمود محمد طه، ذكرت فيه بأن حيدر الصافي منشق عن الحزب الجمهوري ولا يمثل إلا نفسه. يعني مجرد أن أتى بهذا التصريح لا يعني فصل لا وانشق لا وأصبح لا 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 هم من الأول، يعني هم الحزب الجمهوري كان لديه موقف ورأي في وجود هذا الشخص في الحرية والتغيير، وهذه من المآخذ التي يمكن أن نأخذها على الحرية والتغيير، بأن الحزب الجمهوري خاطب في وقته قبل انقلاب 25 أكتوبر تحدث كثيرا الحزب الجمهوري عن أن هذا الشخص لا يمثل الحزب الجمهوري، ولكن القوى الحرية والتغيير تمسكت به، ولا ندري ما هي المبررات التي جعلت الحرية والتغيير تتمسك به رغما عن ممانعة حزبه الذي كان ينتمي إليه في وقت من الأوقات. وحتى يعني الحزب ذكر بأنه سبب يعني إرباكا شديدا وتشويشا في المشهد السياسي، لأنه صار يتحدث بيختطف منصبه القديم في الحزب الجمهوري وهو كان الأمين السياسي وما إلى ذلك. فبالتالي هو لا يمكن أن نقول أنه يعني هو الحزب الجمهوري، الحزب الجمهوري يقول أنه منشق وهو فعلا منشق، هذه نقطة. أما حديثه عن دعنا من الانشقاق والانفصال، دعنا في جوهر أعود إليك لجوهر حديثه هذا، يعني للأسف يعني هو حديث كما ذكرت لك، هو في يدخل في باب رد الفعل ومحاولة يعني الاصطياد في المياه العكرة. الحرية والتغيير إذا كانت تريد أن تحاصص وتجلس على مقاعد تحافظ على مناصبها التي كانت موجودة عليها بعض القيادات التي كانت موجودة قبل الانقلاب لفعلت ذلك مبكرا، يعني